السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي أرسنال القادمة أمام نادي كريستال بالاس، أول مباراة في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها يوم الجمعة 5/8/2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز. لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة واضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. كان نقل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم وبي ان 4K والمعلق خليل البلوشي. ملعب المباراة ملعب سيلهرست بارك الاسبوع الاول من الدوري الانجليزي الممتاز. اليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه، قناه البلاس الفرنسيه، سكاي سبورتس مين ايفنت الانجليزيه، ديما سبورت 2 اتش دي، بين سبورتس اتش دي 1 انجلش، ارن سبورت 1 اتش دي الكرواتيه، سكاي سبورتس الترا اتش دي 4K، 11 سبورتس 1 اتش دي البرتغاليه، سكاي سبورتس بريمير ليج يو كي، بين سبورتس كونكت تزن 1 الاسبانيه، سوبر سبورت بريمير ليج. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، توقع على نتيجه المباراه في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.